ومن بين الشركات التي شهدت تطوراً خرافياً في هذه الفترة شركة دونغفانغ موتورز كوربوريشن. في هذه الحلقة ستسافرون لاكتشاف أسرار تطور الصناعة الميكانيكية وأحد أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين والعالم. تأسست دونغفانغ كوربوريشن عام 1969، فهي واحدة من أكبر مجموعات السيارات في الصين المملوكة للدولة. تعتبر دونغفانغ واحدة من الثلاثة الكبار في صناعة السيارات في الصين، كما لها شراكات عديدة مع مصنعين عالميين تنتج لهم مركباتهم بالصين، نذكر منها هوندا، بيجو، سيتروين ورونو. وكما تشاهدون في قاعة العرض الرسمية داخل مقر العلامة، تمتلك دونغفانغ علامات تجارية فرعية مختلفة على حسب الاحتياجات، حيث نجد علامة فويا المتخصصة في تطوير وتصميم السيارات الكهربائية الفخمة عالية الجودة. ونجد علامة آيوليوس العامية والمتخصصة في سيارات السيدان والاس يو في. علامة اي بي المتخصصة في السيارات الكهربائية، وأيضا علامة نامي للسيارات الكهربائية الاقتصادية. بالإضافة إلى علامة فورثينغ والتي تنتج سيارات متعددة الاستعمالات، سيدان، اس يو في، فان عائلي وموديل نفعي، بالإضافة إلى موديلات هجينة وكهربائية. وتبرز العلامة قدراتها العالية في تصميم وتقديم موديلات مستقبلية من خلال موديلات اختبارية. أرانا متواجدين في أحد مساحات عرض علامة دونغفانغ، وين يتم عرض يعني آخر السيارات التي انتجتها العلامة. واليوم رانا نقدم لكم الـ EP007 donc c'est un concept car lancé par Dongfeng juste pour montrer un petit peu le savoir-faire ديالهم. d'ailleurs toute la technologie elle existe في هذه السيارة. أربع محركات متوفرة والأوتونومي يعني تتراوح ما بين 200 كيلومتر حتى 540 كيلومتر تقدر تقطعها بهذه السيارة. دونك دو موتوريزاسيون الأولى هيبريد اللي تمشيك حتى 200 كيلومتر، دونك باسكو أون فول إلكتريك بيان سور، فيها أن دوزيام موتور دونك اللي يمشي بليسانس وين يعطيك أون أوتونومي أونكور بلوز إمبورتونت. ولا لو إي في ولا فول إلكتريك، دونك كاين 3 كونفيغوراسيون متوفرين من هذا لو موديل. توجور يبقى حتى الان كونسيبت كار القوه ديالو تفوق
230 حصان exactement 160 كيلووات وبلا ما نساو دونك ان كوبل دو 310 نيوتن متر طول ديالها يلحقوا 4 امتار فاصل 88 هكذا باش تعرفوا ان تي بو الحجم ديالها وان امباتمون دو 2 متر 90 excellent véhicule bourré de technologie énorme écran donc les aides à la conduite نظم المساعدة على القيادة وايضا نظم يعني لسلامة السائق والركاب بلا ما ننساو لو ديزاين كي تري تري فيتوريست حاجه مليحه سي كو دونك فان دركا عندها سي بروبر سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون او ماتيير دو ديزاين اون ريكروت لي ميور ديزاينور دو موند اللي كانوا في اوروبا وفي علامات جد مرموقه ويستعملوهم الان بور ديفلوبي لي فيكول. ونجد أيضا علامة مينكشي أم هيرو والتي تعني المحارب رباعية الدفع والموجهة للاستعمالات القصوى والتضاريس الصعبة فهي بنيت أساسا على قاعدة عجلات المركبات العسكرية لتحول بعدها إلى موديلات مدنية عالية الأداء نجد منها الأم 800 الأم 50 موديل 917 والأم أس 600 فالرحلة الثانية كانت التوجه إلى المضمار المخصص لهذا النوع من المركبات وتجربة الأداء العالي لهذه الآلة الحربية. الآن رانا متواجدين في الشوروم ديال لو أميرو هذا الشوروم ولا الإسباس دو في ديديي لهذا السيارة إكزاكتومون هذا السيارة اللي تكلمنا عليها خلال فعالية صالون بكين واللي كانت كونسيبت كار انطلق سنة 2022 دونك فانك جسدت هذا الكونسيبت كار وحتى رجع يعني كوميرسياليزي اون سيري بليزيور ديكلينيزون خرجوا من لو كونسيبت هذا داير نلقاو منهم لو 917 اللي فيه دو فيرسيون ديال المحركات وين نلقاو اون فيرسيون فيها ثلاث محركات بقوه 800 حصان دونك زوج محركات كهربائيه وواحد محرك حراري الى لي مونت لي دو موتور الكتريك ونلقاو لا دوزيام فيرسيون تاع 1088 حصان بالتحديد واو بوليد اللي فيه اربع محركات كلها كهربائيه. المظهر الخارجي لسيارة دونغفانغ مانكشي أم هيرو 917 يتميز بتصميم عدواني حاد مع شبكة شبه منحرفة بنمط متموج يتضمن شعار العلامة التجارية الكبير كما نجد ضوء نهاري على شكل حرف X مع مصابيح LED نهارية عمودية تمتد إلى جانبي غطاء المحرك مما يمنحها مظهراً مستقبلياً. أما في الخلف تتميز السيارة بتصميم ضوء خلفي متقاطع تحت غطاء المحرك تم تجهيز دونغفانغ مانكشي أم هيرو 917 بمحرك رباعي المحركات مما يولد طاقة تبلغ 1000 حصان ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثانية مما يضمن قوة دائمة في سيناريوهات الطرق الوعرة مثل تسلق التلال والقيادة على الكثبان الرملية نجد في السيارة أنظمة مضافة خصيصاً لدعم الأداء منها نظام ذكي للتحكم بوضعية القيادة على الطرق الوعرة الثلج، الطين، الرمال، الصخور، الخوض في الماء كما نجد نظام الرؤية الليلية ونظام توجيه العجلات الأربع كراب وولك مع قفل تفاضلي إلكتروني أمامي وخلفي بالإضافة إلى مكابح برامبو وفرامل أمامية وخلفية مع تهوية ونجد التحكم الإلكتروني في دواسة البنزين دونك اليوم راح نجربوا لكم هذه السيارة هنا اون اكسكلوزيفيتي في الصين في المصنع ديال علامة دونغفانغ وين راح يعني يتم إخضاع هذه السيارة لأصعب الظروف سي اون بونت ا 30 دوغري واحد اخرى 45 ندخلوا في اون بارتي روشوز وايضا راح نمشيو هذه السياره بين كلينيزون واحد اخرى تاع 40
دوغري كيما ندخلوا به داخل يعني بركه ديال الماء بعلو يقارب 1 متر. وكل هذا بيسير لتجربه الانظمه المجهزه به هذا السياره. ابتداء نظم المساعده على القياده راح نوفا تيستي بيسير لو سيستم دو موتريسيتي لو ديفيرونسييل ديالها، يعني النظام اللي يقوم بتوزيع القوى على كل عجله. كل حاجه راح يكون في لي زيسي ديالنا توت سويت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اون تري تري بيل اكسبيريونس راح تشوفوها الان ابور دو عرفتوا شكون ولا واش اوتوماتيكمون فوزا برومي في الصالون بلي راح نجربوا لكم الام هيرو. سوف كو ما لحقناش بتجارب الاداء بيان سور سيكوريتي افون تو، ما لحقناش تجارب الاداء. دونك راح نكونوا مع ان بيلوت بروفيسيونيل اللي راح ياخذنا في ان سيركوي دونك سبيسيفيك اوف رود. راح نشوفوا لي كاباسيتي دو فرانشيسمون ديال هاد الفيكول ام هيرو 800 شيفو سو الكابو، دونك دو بواط ا فيتيس. دونك براتيكمون سي لا سي با لا تراديسيونيل، سي اون بواط ا فيتيس ان تي بو سبيسيفيك لو جونر دو فيكول. دونك اليمونتي بار 3 موتور اوتوماتيكمون. ما نقولكمش اكثر، خليكم تشوفوا هاد لي زيماج، سا فوا اتر مانيفيك. ليتس جو. دونك بروميير اتيلي راح نديرو اكسيليراسيون دو 0 à 100 سي سا ديكالا كراب مود. اوكي مود كراب 10 دوغري. دونك هنا اون لي تيرن باي. اوكي فور ويل كاتر او ديريكسيونيل اكسيلون اون ابل سا لو مود كراب. دونك راه عندك ان تران دو فيغي ا 10 دوغري لو فيغ ا دوغري. ما شاء الله بوفي فيغ اون فيغ ا غوش. لو برينسيپ تاع هاد لوبسيون هادي هي باش كي تكون دون ان ستاسيونمون تقدر تخرج بلا ما تخرج فاسيلمون باسكو تو سامبلومون. دايور دايور لا لونغور ديال هاد لو فيكول الي دو 4 متر 80 18 اكزاكتومون دونك بري دو 5 متر. وهذا النظام يعني الكلاب مود راح يساعد هاد السياره باش تخرج من ستاسيونمون فاسيلمون 4 رو ديريكسيونيل. Voilà, excellent. Acceleration, yeah. Donc, now, zero. Acceleration? Acceleration. Zero. Maximum, ok. 6 seconds. Ah, 6 seconds. Ok, ça prend 6 secondes, يعني 6 ثواني من 0 ل 100 باش نلحق. Elle atteint les 100 km. Yalla, خليهم يتمتعوا. Yalla, vas-y, yay. Ok. Let's go! Et ça part comme une flèche, bien sûr. Trois moteurs sous le capot. Là, c'est le système de freinage. Donc, on essaie d'arrêter le véhicule. Automatiquement, il y a plusieurs aides au freinage. Les mjahaz bihom m-hero. Donc, nous avons le moussa'ada à la kabh de la seyara. Moutatawir à jiten. Il y a beaucoup d'enzymes من السيارات العسكريه، لانه ما ننساوش بلي هذه السياره هي اولا كانت سياره عسكريه. اوكي. اللي ولات سياره سياحيه. داكور، وهنا واش انا نديرو لو سبين هذا يدور على روحه. You can feel the turning radius. واو. It's only 5.1 meters. لا 5.1 متر. It's less than يدور على روحه. قل من سياره صغيره. ما شاء الله. وكل هذا غراس او 4 رو ديريكسيونيل. دونك لي 4 رو راح يدورو ماشي غير لي روت على فون كيما نشوفو في لي فيكول تراديسيونيل. دونك وهذا يعطيها بيان سور واحد لا مانيابيليتي تاع مناورات خطير. وهذا الشيء نشوفوه داير غير في السيارات العسكريه. ما نساوش بلي دونك فانك عندها انتاج عسكري اونتر كيمي. يلا ديرو بوتيت بونت لهنا نورمالمون ولا لا نو. اه وي واحد لاتولي وين راح ننكلينيو الفيكول. How many degrees are there in this item? 40. 40 degrees. Ah, 40. Okay. Donc une inclinaison, donc انحناء بدرجة 40 بالتحديد. وين السيارة هذه راح نشوفوا لي كاباسيتي سورتو راح تكون une grande pression على لا بنوماتيك وحدة على نظام التعليق دونك لا سسبونسيون. شوف. دونك هنا لا اون اي بيان وهنا راكم تشوفوا الانكلينيزون اللي يقدر يمشي بها لو ام هيرو. اكيد كما قلت لكم دونك فانك
توري العضلات ديالها في هذا النوع من السيارات. هذه السيارات يبرز لا تكنولوجي، يبرز لو سافوار فير ديال هاد لي مارك اكسيلون كيما رانا نشوفو. دونك درجة الحناء شوفوها في لي كاميرا اكستيريور، واو امبرسيونون. وبلا ما ننساو كل هذا نقدروا نشوفوه في الشاشة المركزية وين عندنا كاميرات لاتيرال فرونتال، يعني في الجوانب في الامام وفي الخلف، وين يعطيونا نظرة على كل السيارة 360 درجة، يعني حتى نظرة فوقية ثلاثية الابعاد غير حقيقية، لكن تبرز الابعاد ديال السيارة بارابور لي زوبستاكل يعني اللي راهم كاينين في الاكستيريور. دونك كيما رانا نشوفوا ان اتولي اللي داروا لو اميرو سون فوت. وي ار ناو ان روك مود، دونك يعني النمط الخاص بالقيادة على الصخور. وهنا عذاب لا سسبونسيون تاع السيارة. اكيد اكيد، حتى العجلات يعني باسكو لانه كل الضغط راح يكون عليهم، نظام التعليق لا سسبونسيون سي راح تاخذ بزاف. وما ننساوش بلي لو بوا تاع السياره هذه يفوت 3 طن، بون ما بين 3.2 حتى 3.8 على حساب لا كونفيغوراسيون دو شاك موديل، باسكو كاين حتى النسخه اللي فيها اربع محركات اكيد اللي راح تكون كهربائيه بالكامل، وقوه الاحصنه ديالها تلحق 1088 حصان. في النسخه اللي رانا فيها ترو موتور عبد الرحمن، ثلاث محركات، قوه تاع 800 حصان، وعزم الدوران يلحق 1400 نيوتن متر. هذا سي امبرسيون، قوه خارقه، لانه كل عجله عندها المحرك تاعها، والمحرك الورائي اللي هما ثلاثه محركات يتعاملوا بصفه متداوله وتعطي القوه وين تسحقها كما تسحقها في الوقت المناسب. دونك ريبارتيتور دو بيسونس في هاد السياره، نو سولمون بيان سور نلقاو لو ثروزيام موتور اللي هو تيرميك، يلا لي مونت لي دو موتور الكتريك، دونك هو ما راحش يمد قوة إضافية، لكن جوست راهو هنا باش ياليمونتي لي دو موتور إلكتريك. صح حقيقة، يعني شوف حتى في لا ناتور ما راحش ندخلوا السيارة ديالنا لهاد الأمورات، هنا باش نبينوا القوة، قوة التحمل في هاد السيارة ما شاء الله. دونك هنا السيارة راهي على ثلاث عجلات تماما، على ثلاث عجلات، والعجلة الرابعة راهي في السما وعادي، لا موتريسيتي تبقى دائما كاينه، يعني القوه توزع على كل عجله حسب يعني الاحتياجات ديال هذه السياره. عبد الرحمن tu n'es pas tenté pour essayer le Amero؟ تجربه يعني لازم واحد يكون حرفي في السياقه. اكيد تشوف باللي كاين امور اللي احنا ماشي مولفين بها، خاصه احنا السواق تاع كل يوم، لكن هادو سواق حرفيين، وتقدر تشوف باللي السياره يعني تمر على مرحلات جد صعبه. دونك هنا الى اكتيفي لو ديفيرونسيال على كلش ديفيرونسيال لاك، هنا الى اكتيفي ديفيرونسيال باش جزنا هاد لاتولي. دونك انا حاه لا ديزاكتيفي اوسي، راهو دونك ليد على 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 ديسونت، دونك نظام المساعده في المنحدرات، دونك الي اكتيفي. وراح نشوفوا هنا لاتولي I think it's for 30 and the 45 up. اوكي، دونك هنا درجة الانحناء 30 درجة عبد الرحمن، وبعدها يعني الفوق كامل راح تلحق ال 45 درجة تاع انحناء. نشوفوا القوة تاع هذه السيارة، دونك لا فورس دو لا موتريسيتي، وكل هذا بيان سور ما نساوش 1400 نيوتن متر من عزم الدوران. وشوقي كاين حاجة لازم تبرزها وتقولها للمشاهدين تاعنا، هو انه رانا في صعد متواصل 30 درجة، هنا نجوز 40 درجة ويبقى المحرك غير مسموع. واو، لأنه
بقوه السحب الكهربائيه. نو 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 هنا 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 انا راني خايف. هنا انا خفت. ما تخافش ما تخافش كاع رانا خايفين. هنا تقدر تشوف باللي قوه السحب انا ماشي مال فلك. صحيح. مي هنا صح راني خايف. بالك لو كان كنت انا نسوق ما نخافش بصح كي تكون راكب الطوموبيل تعاود تولي. اسمع المحرك. على بالك سياره واحده اخرى. عبد الرحمن خليني من المحرك. ايا صافا الحمد لله. سيريوزمون خفت. ايه تخاف يا صافا. باسكو درجة الانحناء 45 درجة كانت الناس اللي انا خاف لا كرويت. اكيد المشاهدين راح يضحكوا عليا يقولوا شوقي خواف بصح لو كان كنت انا مول فولون ما نخافش بصح كي تكون راكب تشوف حاجة واحدة أخرى لا سونساسيون اللي ديفيرون. شوف هكذا قريب راني واقف تالمون درجة الانحناء كبيرة بزاف. ايه تعطيك فكرة على التحكم. ما الله. اكيد التحكم ما شاء الله. الموازنات اللي هي ما شاء الله مختصة في النظام. وشوف يعني الدخول للماء داخل الماء مهم. وشحال العمق ديالو؟ 80 سنتيمتر. 80 سنتيمتر. حتى الان من 1 متر وتقدر واو. تلاحظ هنا باللي السيارة راهي قريب داخل الماء. هذه النوعية من الانحراف هو كي ندوزو على لي ريفيير باغ اكزومبل كي تكون باغ اكزومبل دي زينونداسيون غير السيارات اللي كيما هذه اللي تقدر تمشي. اكيد عاد ما نخرجوا ربما في الصحراء فبليتو في الغابه ولا كذا راح نلقاو بتتر دي باساج هكذا وراح يكونوا صعاب. السياره هذه راح يعني تتخطاهم بكل سهوله. دونك براتيكمون السياره اللي ايطونش يعني الماء ما راحش يدخل داخل المقصوره وما يقيسش المحرك اللي العلو يقارب 1 متر. اكسيلون. دونك هنا نورمالمون تجارب الاداء ديالنا ديال امهيرو خلاصو. نتمنى يكون عجبكم هذا ليسي بور نو سيتي تري تري بيل اكسبيريونس. وشفنا يعني ها القوه ديال العلامه اللي جسدتها في هذه السياره. وعدنا راح يكون في انوتر اتولي تجارب اداء واحد اخرين ولا ينوتر فيزيت دائما من الصين. من المشاهدين تاعنا كامل ونتمنى انكم استمتعتوا ما شاء الله. ميرسي بوكو عبد الرحمن. دونك جو تيان رميرسي جماعه دونك فانغ الجيري على هاد لوبورتينيتي وين قدرنا نجربوا هذا النوع من السيارات ونكتشفوا التطور الحاصل في الصين تكنولوجيا وفي كاع الميادين داير كاع المجالات. يعطيك الصحه عبد الرحمن. شكرا.